موضوع القنبلة النووية، هذه شماعة وهذه كذبة مصطنعة ومفتعلة. هم يعرفون أن إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، وما جاء على لسان سماحة السيد القائد هو أنه لو أردنا أن نصنع قنبلة نووية لا نستأذن لا أمريكا ولا إسرائيل اللذان يمتلكان رؤوس نووية خطيرة، ولا نخاف إذا أردنا أن نصنع قنبلة نووية من أحد، ولكن ليس نحن لسنا في وارد أن ننتج قنبلة نووية. كما تفضل ضيفك، أولا هذا محرم شرعا. لا، ليس فقط القنبلة النووية أخي العزيز، يعني القنبلة الميكروبية وكذلك القنابل الكيميائية هذه محرمة. هذه موضوع يعني انتهينا منها، موضوع القنبلة النووية لسنا في وارد تصنيعها، ولو أردنا أن نصنعها لا نخاف من أحد ولا يستطيع أحد أن يمنعنا، نحن لسنا في وارد امتلاك قنبلة نووية. طب الآن إيران تستطيع أن تصنع قنبلة نووية، الآن إيران توفقت أن تخصب اليورانيوم المعدني. اليورانيوم المعدني له يعني يخصب لأغراض طبية، أغراض بحثية، أغراض علمية وأغراض عسكرية، وهم الآن يستخدمون اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 60% بنسبة 80%، ولا أحد يتهمهم من أنهم يذهبون إلى امتلاك سلاح نووي.